أوديولابي، شارك المعرفة. قلب أوروبا الوسطى بتعداد 81 مليون نسمة، تعد من أكبر الدول الأوروبية من حيث عدد سكان ومن أكثرها حيوية وتقدمية. إليك بعض الحقائق عن ألمانيا. كل هذه المدن ويمار، نورنبرغ، فرانكفورت، ريغنسبرغ، أشان كانت عواصم لألمانيا في وقت من الأوقات. إنكار المحرقة اليهودية هولوكوست على أيدي النازيين جريمة يعاقب عليها القانون، قد تصل مدة العقوبة ل17 شهرا. ليس هناك عقاب لمن يحاول الفرار من السجون الألمانية، لأن باعتقادهم الحرية هي غريزة بشرية. أول مجلة نشرت في العالم كانت في ألمانيا سنة 1663. بعد الحرب العالمية الأولى لم يتبقى هناك رجال في ألمانيا، لدرجة أنه فقط امرأة واحدة من كل 3 نساء كان بإمكانها إيجاد عريس آنذاك. في ألمانيا من غير القانوني أن ينفذ خزان الوقود في سيارتك على الطريق العامة. من العام 1989 للعام 2009 تم إغلاق أكثر من 2000 مدرسة بسبب النقص في عدد الأطفال. في العقد الأخير خسرت ألمانيا أكثر من 2 مليون نسمة من مجمل عدد السكان. حصل الهامبورغر على اسمه من مدينة هامبورغ الألمانية، وليس حسب الاعتقاد السائد أنه أتى من هام أند برجر. في عام 2014 قامت ألمانيا بإلغاء أقساط الجامعات تماما حتى لطلاب الأجانب. 60% من أشهر 1000 فيديو يوتيوب تم حظرهم في ألمانيا. 2 مليون امرأة تم اغتصابهن من قبل الجيش الأحمر أيام الحرب العالمية الثانية. حوالي 5500 قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية يتم العثور عليها سنويا في ألمانيا، يتم تعطيل بمعدل 15 قنبلة في اليوم. في العام 1917 حاولت ألمانيا جاهدة دون جدوى تحفيز المكسيك للدخول في الحرب، وذلك بالهجوم على أمريكا واسترجاع الأراضي المسلوبة في تكساس ونيو مكسيكو وأريزونا. تم اختراع الفانتا في ألمانيا أيام الحرب العالمية الثانية بسبب النقص بمواد الكوكاكولا نتيجة الحصار على النازيين، وجاءت الفانتا لسد العجز. خلال الحرب العالمية الأولى، ملك بريطانيا وقيصر روسيا وإمبراطور ألمانيا كانوا أقاربا. قام اللاعب الألماني مسعود أوزيل بالتبرع بالأموال التي حصل عليها نتيجة الفوز بكأس العالم للتكفل بفواتير المستشفيات ل23 طفلا برازيلي. عدد الألمان الذين قتلوا من قبل الروس خلال حرب ستالينغراد يفوق عدد الألمان الذين قتلوا طوال الحرب العالمية الثانية على يد الأمريكيين. هناك معبد في ألمانيا بني خصيصا ليكون كنيسا يهودي وجامعا إسلامي وكنيسة مسيحية في آن واحد. في ألمانيا وبعض دول أوروبا هناك قوانين خاصة تقرر ما يمكنك أو لا يمكنك تسمية أطفالك. على سبيل المثال، لا يمكنك تسمية ابنك ماتي في ألمانيا. القيام بالتحية النازية في ألمانيا ستكلفك 3 سنوات سجن. تقريبا ثلث طاقة ألمانيا تأتي من الطاقة المتجددة. شرقي وغربي برلين يظهران من الفضاء بشكل مختلف بسبب استخدام أنواع مختلفة من إنارة طرقات. الكثير من المساحات العقلية تضع مواقف باصات وهمية للإمساك بمن يحاول الهرب منها. ألمانيا هي أول من استخدم تأخير وتقديم الساعة، وذلك لتوفير الطاقة أيام الحرب العالمية الأولى. الجندي الألماني له الحق بعدم تنفيذ الأمر الموكل إليه إذا رأى أنه غير إنساني. استمع إلى أروع المقالات والملفات الصوتية وحملها مجانا عبر موقعنا www.audiolabi.com. Audiolabi، شارك المعرفة.